أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين لمصر في النصف الأول من العام الحالي 2024، واللي بلغ أكثر من 7 مليون سائح بإيرادات حوالي 6 مليار و600 مليون دولار. الأعداد ارتفعت لدرجة أنها تجاوزت الأعداد قبل أحداث 25 يناير، واللي كانت ساعتها 6 مليون و900 ألف سائح. كل ده ورغم التوترات الجيوسياسية اللي لسه مأثرة على الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط. الخبراء بيقولوا إن التطوير المستمر في البنية التحتية واحد من أبرز الأسباب، بجانب تحسين مناخ الاستثمار واللي انعكس على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الضخمة لقطاع السياحة، وكمان تحسن جودة الخدمات المقدمة للسياح، وده وفقا لتحليل عالمي اسمه GRI والمعني بقياس مدى جودة الخدمات المقدمة للسياح في أي دولة، بجانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة واللي بترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري من خلال زيادة أعداد مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية عشان تستوعب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية. والوزارة بتستهدف حوالي 30 مليون سائح بحلول 2028، لكن متوقع السنة دي ارتفاع هائل في عدد السياح عشان يتجاوز رقم 2013، واللي كان حوالي 15 مليون سائح، واللي كان برضو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر. حاليا معظم السياح من أوروبا وأسيا، لكن الدولة بتستهدف السياح من أمريكا بجانب أسواق تانية.